طبعا العالم كله دلوقتي مرتقب فكرة هنا الافتتاح، وازاي المغرب هيدير هذه البطولة، والكواليس اللي هتحصل، والتغطية الإعلامية والصحفية اللي هتكون من مختلف أنحاء العالم. كل دي أكيد كواليس حابين احنا برضو نتطرق ليها ونتكلم عن أول مباراة والاستعدادات كمان كل ده. خلينا نروح لزميلتنا العزيزة سهام حليلة من المغرب مباشرة الصحفية. يا أستاذة سهام بونجور عليكي، صباح الفل. صباح النور، أهلا إن شاء الله بيكي. بخير. شكرا على الاستضافة من جديد، شكرا. لا احنا سعداء بيكي، وطبعا احنا كان لينا مداخله قبل كده وقت كاس العالم، واتكلمنا قد ايه احنا كنا كلنا سعداء بالانجاز اللي حققه المغرب طبعا على يعني الارض، واللي زي ما بيتقال كده كتب تاريخ جديد كلنا اكيد هنفتخر بيه كمان في السنوات القادمه، ويمكن هيبقى حافز كمان للدول المختلفه العربيه والقرى عامه العربيه والافريقيه ان هي تحقق المزيد من الانجازات في كاس العالم وكؤوس العالم القادمه. دي حاجه. بقى الحاجه الثانيه، خلينا نتكلم في كاس العالم للانديه واستضافه المغرب، واحنا لسه بيجي لنا كواليس ان لسه الاحتفالات في المغرب ربما بكاس العالم والانجاز برضو المغربي لحد دلوقتي ما خلصش، لكن مع كمان كاس العالم للانديه خليني اعرف منك الكواليس استاذه سهام والاستعدادات، وكمان فكره الهاشتاج اللي تم اطلاقه دعما للنادي الاهلي اللي هو بيمثل مصر كرد للجميل، كل الحاجات دي حابين ان احنا نعرفها من حضرتك، اتفضلي. إن شاء الله. أولا صباح الخير عليكم وشكرا على الاستضافة، وأكيد احنا متشوقين يعني للفوز أو لاستقبال إخواتنا المصريين في المغرب سواء كانوا مشجعين أو الفريق الأهلي، وفعلا احنا مازالين نحتفلوا بكأس العالم، لأن المغرب الحمد لله حقق واحد النجاح باهر وكانوا قدوة للعرب هذه السنة. وبالنسبة لكأس الأندية بدأ العد يعني بدأ العد العكسي، والجماهير متحمسة. أنت وصلتني أخبار أنا وصلنا تقريبا نفاد التذاكر، وهناك استعدادات لوجستية وبنية تحتية الحمد لله تم الاستعداد لها من أجل هذا يعني التحفة الكروية للمغرب استضافها هذه السنة. صراحة تم أمس كذلك استقبال بعثة الأهلي في مدينة طنجة، والحمد لله كان استقبال مشرف لإخواننا ودعما لنا احنا يعني كجماهير. كان هناك جماهير كيستناو الفريق الأهلي أمام المطار، وكانت هناك هتافات وفرحة كبيرة كبيرة جدا بالأهلي، وهم الحمد لله في بلدهم الثاني. وان شاء الله اكيد سواء فاز المغرب او فازت الاهلي او فازت يعني السعوديه فغادي تكون فوز عربي بامتياز. بالنسبه للتحضيرات فعلا الحمد لله يعني الجامعه الوطنيه والجامعه الملكيه لكره القدم استعدت بكل يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى استعدادا يليق بالعرب. اكيد هناك فرق مشاركه غير عربيه، وان شاء الله على ارض الواقع يوم الافتتاح سيكون هنالك اولا اغنيه للافتتاح اللي فيها عديد من الفنانين المغاربه، كذلك عدد من الرقصات الفولكلوريه المغربيه. وكما سمعتوا اكيد انكم سمعتوا بان الفرق تم استقبالها احسن استقبال، والبعثه الاهلي وهم اليوم في يعني في فندق بمدينه تطوان اللي هي قريبه جدا من مدينه طنجه. الفندق اسمه بيان تشي تمو داباي، وهذا من احسن الفنادق بمدينه تطوان، والفندق الخمس نجوم. حلو جدا. وهذا ما اقدر اقول، واكيد هناك هاشتاج يعني حسن السوشيال ميديا فرحة لا تقاس يعني من الجماهير المغربية. صحيح. استضافة اخواننا يعني لاعبي فريق الاهلي. رائع جدا وشعور جميل، وبنشكركم عليه وبنتمنى التوفيق للمغرب ولمصر باذن الله. انا هقول بقى المغرب ومصر لان طبعا الاثنين بيمثلوا طبعا المغرب ومصر الفريقين المشاركين. نشكرك جدا استاذه سهام، وهنتابع اكيد مع حضرتك اكيد لحظه بلحظه كمان على قناه الاهلي مش بس في 10 الصبح.
حلو ده، روح جميلة جدا جدا. يعني. وكالعاده دي ده العادي بين المصري والمغرب والمصريين والمغاربه من قديم الازل، حتى لو بنتنافس على فكره في لقاء في ماتش واحد ما هي دي، ما هي دي الحلوه، بنحجر مع بعض جامد في الماتشات، لكن المحبه على صعيد المشاعر يعني المتبادله والاحترام المتبادل دي حاجات تاريخيه من قديم الازل يا حضرتك.